اوكي بدي اوضح شغله، هذا التعليق كثير تكرر، فبدي اللي حابه اقول لكم فديدي بحذف. المهم اللي بدي اوضحه انه من انا وصغيره ذاكرتي يعني جدا سيئه سمكه، ف لا انا بقدر غير غيث ولا غيث بيقدر غيرني، لانه لا هو فيه بتذكر لا انا بدي اتذكر. يعني جايز بدي اقول لكم معلومه صغيره، انه شعري الطبيعي كيرلي وانا دائما بستشور شعري، بس هالمرة ما سشورته. تارا هاي سناب شات، اظن هلا صار فيكم تعملوا ريبلاي، حليت الموضوع. المهم حبيت اعرفكم على شعري الطبيعي. طبعا انا دائما بستشور شعراتي، ف نادر او حتى مو نادر ابدا 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 ما بطلع بشعراتي الناتشرال، يعني اللي هو كيرلي. ليش؟ لانه كثر السشوار والصبغه خربته. طبعا مثل ما شايفين هون مثلا بكون هون ستريت هون كيرلي، يعني مو مفهوم شعري شو. اوكي فشفت فيديو على الانستغرام، واحد جاب انينة مي وحط فيها ملح اوكي وبخ على شعره وطلع شعره الكيرلز تبعه كتير حلوين، فبدي اجرب هذا الشيء اليوم شوف اذا عن جد بيزبط ولا لا، لانه بصراحة هاد مو منظر. هون حلو بس هاد مو منظر، فحجربه معكم ومنشوف. اوكي سو اللي حاعمله هلا، هاي بخاخ المي نظفته وعبيته مي مو كتير، هاي الملح راح احط ملح. اوه ما بعرف قد ايه بس كترت، نحط كمان شوي ليش لا. اوكي لا خلص ينوف. اوكي حسكره. ما عم بعرف سكره. اوكي. اوكي. ما بعرف قد ايه لازم احط. لساتني مستمرة بالبخ، المشكلة اني متحممة فاذا ما زبط بدي حمام تاني. اوكي يا جماعة عبك فيل، لانه شو هاد. هو لسه ما نشف بس انه خلص، يعني بدال ما يعمل له كيرل ملسه.